الأعمال في هذه العشر تتنوع الأعمال الصالحة. نعم. فمنها العمرة والحج، تحصل الحج ويحصل في هذه الأيام العشر. نعم. وكذلك العمرة لمن كان متمتعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه. نعم. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده. والحديث رواية مسلم تبين بأن العمرة تدخل في هذا الحديث، من أتى هذا البيت سواء كان للعمرة أو الحج. فهذا من فضائل الأعمال في هذه الأيام أنها تؤدى فيها العمرة وتؤدى ويؤدى فيها الحج، وهذا من فضل الله تعالى. نعم شيخ، نستأذنك في اتصال معنا الأخ عادل من المغرب، تفضل يا أخ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. بالنسبة لمن وكل يعني أحد لكي يرمي عنه رمي العقبة، هل يتحلل بمجرد أنه وكل عنه أم ينتظر حتى يرمي؟ وكذلك بالنسبة لرمي أيام التشريق. والسؤال الثاني يعني من كان يصلي صلاة المغرب وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي صلاة العصر، هل يكمل صلاة يعني هل يكمل صلاة المغرب ويصلي؟ السؤال الثاني أخ عادل لو تعيده غير واضح. صلاة. يا أخ عادل. نعم. السؤال الثاني ممكن تعيد السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يعني من كان يصلي صلاة العصر، من كان يصلي صلاة المغرب وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي صلاة المغرب، هل يكمل صلاة العصر ويصلي يعني حينما ينتهي يعني صلاة المغرب، أم يقطع الصلاة ويصلي صلاة العصر ومن وراء صلاة المغرب؟ نعم واضح سؤالك، واضح، بارك الله فيك. معنا الأخ مصطفى من العراق، تفضل يا أخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك والشيخ، وبارك الله بكم على هذا البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. تفضل حبيبي. العفو، بكون أتكلم مع الشيخ إذا ممكن. تفضل الشيخ يسمع. تفضل. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أنا أحبك بالله. حياك الله، حبك الله. نعم. العفو شيخ، أنا عندي الوالد انتقل رحمة الله قبل 3 أشهر. نعم. اي فطلعت له حجه، هل هذا يجوز او ما يجوز اذا امكن؟ وبالنسبه السؤال الثاني، تفضل. وبالنسبه للسؤال الثاني، عندي الوالده مريضه مقعده، بتتوضا هي وضوء مو ذاك الوضوء اللي تقدر تتوضا به، ولا انا اقدر اوضيها لان مرة ما عندي شخص اخليها تتوضا او تساعد على الوضوء. فالوضوء ماله هل جايز الصلاة او ما جايز؟ طيب بارك الله فيك. اي نعم، جزاكم الله خير الجزاء. حياك الله. معنا ابو ناصر من المغرب، حياك الله ابو ناصر. سؤال خارج من الموضوع. نعم تفضل ابو ناصر. أبو ناصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوعي هو في يعني في 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 شيء في موضوع يعني شخصي. هل يجوز للزوج يعني مثلا هو زوجة في يعني سؤالك يتعلق بالعشر الأوائل من ذي الحجة أو بالحجة أخي أبو ناصر؟ لا موضوعي خارج السؤال، خارج الموضوع. نعم إذا كان ممكن. كمل سؤالك. تفضل. يعني زوجة أنجبت. نعم. ويعني كم من الأيام تمر على الزوج ليجتمع مع هذا السؤال. نعم
يعني وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مع زوجاته يعني قبل في في يعني قبل الأربعين يوم؟ واضح أخي، واضح 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 السؤال، بارك الله فيك. طيب شيخنا هذا عادل من المغرب، نكمل تفضل ثم نخلي الأسئلة في الأخير. طيب تفضل يا شيخ. فمن الفضائل في هذه العشر أن العمرة والحج تؤدى فيها، وهذا من فضل الله تعالى، كما ثبت من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدت أمه. ثم من أنواع الأعمال الصالحة في هذه الأيام صيام هذه الأيام العشر. نعم. وإن لم يرد فيه حديث، بل قد جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل حتى ولو لم يرد فيه دليل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهذا يدل على أن الصيام هو من أعظم الأعمال الصالحة، فهو يدخل في هذا، يدخل في هذا الحديث، وأن صيام هذه الأيام مستحب لمن شاء ولمن أراد، وهذا من فضل الله تعالى. وآكدوا الصيام في هذه الأيام صوم يوم عرفة لغير الحاج، فإنه تقدم فضله، وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة من الذنوب. وصيام الأيام الأخرى يشرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأنه أثنى على الأعمال الصالحة في هذه الأيام. كذلك الأعمال الأخرى كالصدقة والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من أنواع الصدقات وصلوات النفل وقيام الليل وصلاة الضحى، هكذا هذه من الأعمال الصالحة. فيجتهد الإنسان في جميع الأعمال الصالحة في هذه العشر حتى يحصل على الثواب العظيم الذي يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، ما لم يخرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ثم من هذه الأعمال الحرص على صلاة العيد، لأن كثيرا من الناس لا يعنى بهذا، فصلاة العيد لها شأن عظيم، هي من الأعمال الصالحة، فيبادر إليها مع جماعة المسلمين الرجال حتى النساء. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الأبكار من خدورها، أو تخرج البكر من خدرها. نعم. وكذلك قالت: تخرج الحيض من النساء، يعتزل حتى الحائض تخرج وتعتزل الناس، تعتزل الناس وتشهد دعوة المسلمين. نعم. أي ما تصلي في المسجد، لكنها تصلي في مكان، تجلس في مكان خارج المسجد وتكبر وتذكر الله تعالى مع المصلين. هذا يدل على عظم صلاة العيد، وأنها من الأمور ومن الأعمال الصالحة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأعمال في هذه الأيام كذلك الأضحية، فإنها مشروعة، سنة مؤكدة. Thank you.